قصة القاضي الحكيم والإخوة الأربعة. يحكى أن شيخا من مشايخ القبائل كان له 4 أبناء، فلما أحس بدنو أجله أمر أحد خدمه بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، فقام الشيخ خفية بدون علم أحد ووضع بداخلها أشياء، ثم كتب على كل واحد منها اسم واحد من أبنائه، وبعد ذلك جمعهم وقال: يا أبنائي الأعزاء، إن الدنيا فانية زائلة، وإنني قد قسمت بينكم قسمة عادلة، قسمتي موجودة في هذا الصندوق، فلتفتحوه إذا أتي علي الموت، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فرجعوا إلى الحاكم الفلاني، وسمى لهم رجلا مشهورا بالحكمة من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد. وبعد أيام توفي الشيخ، فاجتمع الأبناء 4 وقال كبيرهم: هيا بنا نفتح الصناديق المغلقة وليرضى كل منا بقسمه. فلما اجتمعوا وفتحوها وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرياسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة. عند ذلك اختلفوا فيما بينهم لأنهم طمعوا في نصيب أصغرهم، فتذكروا وصية أبيهم بالرجوع إلى الحاكم المشار إليه، فقالوا: لا بد أن نتحاكم إلى القاضي الذي ذكره أبونا قبل أن يموت وكان بعيدا عنهم، فأعدوا العدة للسفر إليه. وخرجوا من قريتهم، فلما قطعوا ربع المسافة فإذا بثعبان صغير معترض أمامهم، فأهوى إليه أصغرهم ليضربه فأخطأه، ففتح فاه حتى كاد يسد الطريق من شدة ثورته، ثم إنهم حاولوا الهرب حتى نجوا. فلما مضى الربع الثاني وجدوا جملا في أرض جرداء قاحلة، وكان الجمل سمينا لا يظهر عليه جدب أرضه، ثم مشوا قليلا فوجدوا جملا آخر هزيلا في روضة خضراء يانعة، فأنكروا حاله. فلما بقي من المسافة القليل وجدوا طائرا يطير حول سدرتين، فلما وقع على إحداهما اخضرت ويبست الأخرى، فإذا وقع على اليابسة اخضرت ويبست الأخرى، فأدهشهم هذا الأمر، فذهبوا وهم في حيرة من أمرهم حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله، فلما طرقوا الباب فتحه لهم شيخ كبير ضعيف البصر، فسأله عن القاضي هل هو موجود؟ فقال: نعم، وهو أخي الأكبر، وهو في تلك الدار، وأشار إلى دار مجاورة. فذهبوا إليه وهم في دهشة: كيف سيقضي بيننا وهو شيخ هرم فان؟ فإنه لا يستطيع القضاء بيننا، إذا كان هذا أخوه فكيف يكون هو؟ فلما طرقوا الباب فتحت امرأة فسألوها عن القاضي، فقالوا: نعم، ادخلوا إلى المجلس حتى يأتيكم. فدخلوا عنده، وعند انتهاء القهوة دخل عليهم فسلم، فكان رجلا نشيطا قليل الشيب مكتمل القوة. فلما أكرمهم قال كبيرهم: أيها الشيخ، جئناك لمسألة واحدة، لكنها في طريقنا إليك صارت 5 مسائل، فقد وجدنا 4 مسائل أدهشتنا وحيرتنا، فقال: هاتوا المسائل 4 التي اعترضتكم في طريقكم، ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها، عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها. قال كبيرهم: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا، فلما هاجه أحدنا فتح فاه، فكاد يسد الطريق علينا، لولا أننا تسللنا منه لواذا لما استطعنا هربا منه. قال القاضي: هذا يا أبناء الشر، أوله صغير
يستطيع كل شخص مجانبته، فإذا دخل فيه كبر استفحل. ثم قال: هاتوا يا أبنائي الثانية. فقال المتكلم منهم: أما المسألة الثانية، أننا لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء ممرعة وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما. قال القاضي: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال، عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لكن لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا. ثم قال: هاتوا يا أبنائي الثالثة. فقال المتكلم منهم: ثم لما سرنا إليك وجدنا طائرا عنده سدرتين، إذا وقع على أحدهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا ذواليك. فقال القاضي: نعم يا أبنائي، ذاك الرجل المتزوج بزوجتين، إذا ذهب أتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله. ثم قال المتكلم منهما: والمسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم، فأرشدنا لمنزلك أخيك الأكبر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إنه قريب ولكن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية، متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير؟ فقال القاضي: أما ما وجدتموه من حال أخي الكبير فإنه يرجع إلى أن عندهم امرأة صليطة اللسان مذية المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم، عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما إنني والحمد لله على ذلك أعيش عيشة هنية، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة وأمينة، فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح والحمد لله على ذلك، فذلك سر سعادتي. قال المتكلم منهم: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا، وسموا له قبيلتهم، وقالوا: لما توفي والدنا قسم حظوظنا من أموالنا بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وفي الأول منها السيف وختم الرسالة والراية، ووجدنا في الثانية الرمل والحجارة، ووجدنا في الثالث العظام، ووجدنا في الرابع الذهب والفضة، فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون بتنفيذ ما حكمت به بيننا إن شاء الله تعالى. فقال القاضي: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فلقد أعطى كلا منكم ما يستحقه، فمن كان من نصيبه السيف والختم والراية فهو شيخ القبيلة سلف لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له، وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم، ومن كان من نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان من نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان من نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرحاكم. ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرضه لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان.